بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد. هنبدأ دلوقتي مع بعض نرسم مجموعة دوائر متحدة في نص المركز، بس النص القطر بتاعها هو المختلف. فتعال نفكر مع بعض، هقول له سيركل من جيومتري سيركل كرييت، اختار ان انا اديله نص القطر والراديوس. تمام. طيب انا عايز اديله سنتر بوينت، فهقول له انا عايز اديله الاكس والواي اهيت. هو اوتوماتيك حط لي النقطة، هوصل بينهم. عايز ادي الاكس والواي دي اخليها نمبر، ممكن اخلي ده مع الاكس واحط واحد تاني الواي، اوصلهم مع بعض او اعملهم سلايد زي ما انا عايز. طيب الراديوس، الراديوس ممكن اكتبه رقم اوتوماتيك، بس ده مش هو ده اللي انا عايزه. يعني ممكن اقول له راديوس خليه لي 20 مثلا، ابقى بالشكل ده، بس مش هو ده اللي انا عايزه. انا عايز اديله سيكونس، طيب عايز اديله الستارت والامونت والستيب، دول ممكن اخليهم مش عايز اخليهم، ممكن اخليهم سلايد انتجر سلايد. ابدا من صفر، لا خليني ابدا مثلا من ايه، من التلاتة. طيب والستيب بتاعتي والامونت، ابدا اشوف الامونت ممكن اخليها مثلا 20. طيب والستيب بتاعتي ممكن اخليها مثلا 1. فبدأ معايا الشكل بالطريقة دوت. طب لو خليت الستيب باتنين هيبقى بالشكل دوت، هيحصل ايه؟ هياخد التلاتة ويزودوا على اتنين، تبقى 5، تبقى 7، تبقى 9، تفضل بالشكل دوت. الريدس بتاعي يزيد. طيب لو الانتجر غيرته هتلاقي الدوائر بتقل. الانتجر ده اللي هو اعلى قيمة عندي، انت عايز توصل من الستارت ليه. تمام. طيب لو انا عايز اغير مركز دايرة، هاجي هنا اقول له خليه ده مثلا 5. بص 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 بص، سبحان الله طاير على طول، لا سحر ولا شعوذة. تمام. الواي هغير في الواي، هقول له مثلا 20، فليها اتغيرت في الواي، خليها سالب 5، فلا اتغيرت الناحية التانية خالص. تمام. دي فكرة بسيطة ان شاء الله سهلة ومفيش اي مشكلة خالص، تقدر تشوف الشكل اللي انت عايزه. وهنبدأ ان شاء الله نعمل اشكال ادفانسد عن كده. زي ما انت شفت البرمجة سهلة وبسيطة، وعايزة بس تبقى عارف المنطق بتاعها، مش حفظ شفرات حلقة.